معنا هاتفيا من اسطنبول السيد وائل علوان كاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك. لنبدأ من دير الزور، ماذا يحدث هناك؟ إلى أي مدى بات الوجود الإيراني يعني يهدد تركيبة المنطقة السكانية وطابعها والذي اتسمت به قبل دخول قوات النظام والميليشيات الإيرانية إليها؟ نعم، تحياتي لكم. طبعا النفوذ الإيراني الإيديولوجي، نعم تفضل سيد وائل تسمعنا. بشار الأسد كحاكم أضعف من والده، بدأ التوسع والنفوذ الإيديولوجي بالحسينيات وبالتشييع بشكل واضح، لا سيما لدى رؤوس أفرع المخابرات التي كانت تدعم بشكل واضح جدا من إيران. هذا الأمر الذي لم تكن إيران قادرة على مجاراته أيام حافظ الأسد، والذي كان يحد من هذا النفوذ الإيديولوجي الإيراني مع الشراكة السياسية والشراكة الاستراتيجية بينه وبين إيران، لكن كان يضع حدا للنفوذ الإيديولوجي. اليوم طبعا مع الاستعانة الكاملة لبشار الأسد بالميليشيات الإيرانية والمرتزقة الإيرانيين والاقتصاد الذي يقدمه الخامنئي والملالي الإيرانيين للنظام السوري المتهالك، طبعا النفوذ الإيديولوجي غدا أكثر بكثير من ذي قبل. وكان هناك تقارير منذ أيام تتحدث عن شراء ولاءات من أئمة مساجد لرفع الأذان بشكل علني، لما يشير إلى البعد الإيديولوجي الشيعي الذي أصبح يسيطر على المنطقة. إذن هناك عملية تغيير سكاني في هذا الإطار، إذن لماذا لا تتحرك القوات الأمريكية لمنع ازدياد نفوذ الميليشيات الإيرانية في هذه المدن كدير الزور، خصوصا مع الحديث عن تمركزها أيضا في ناحية الرمانة على الحدود العراقية السورية؟ نعم، طبعا هناك مسألة معقدة جدا بموضوع التفاهمات وليست الاتفاقيات، التفاهمات الروسية الأمريكية والتي تقضي منذ فبراير 2016 منذ اتفاق لافروف كيري بأن تحد روسيا من النفوذ الإيراني. مع سلام الرئاسة لترامب والجمهوريين استمرت هذه التفاهمات، لكن مع وضوح أن روسيا تراوغ بهذه المسألة. هناك عدة تفاهمات بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي، واضح تماما أن روسيا لا تريد الالتزام بما يتعلق بالحد من النفوذ الإيراني. لا نقول ذلك أن روسيا تعجز عن ذلك، لكن هي حقيقة لا تريد ذلك، وهي تتخذ من النفوذ الإيراني في سوريا ورقة ضغط. والآن المطالبة بتخفيف العقوبات مقابل الانسحاب يعني هو أحد أوراق الضغط إن صح. لكن روسيا نفت وجود هذا الاقتراح. نعم نعم، تنفي بشكل رسمي، لكن كما قلت لا يوجد اتفاقيات، يوجد تفاهمات. التفاهمات تقضي بأن يكون هناك مناطق المصالحة التي لا يتعرض فيها نظام الأسد إلى المعارضين السابقين، أن تحد روسيا من النفوذ الإيراني، أن تشكل لجنة دستورية برعاية أممية، أكثر من أمر. طبعا لم تلتزم روسيا بموضوع الحد من النفوذ الإيراني، وهي تقول إنه غير منطقي اليوم. طيب يعني ماذا عن أمريكا؟ نكرر، هل يمكن أن توافق على الصفقة إن حدثت هذه الصفقة هي تخرج بها الميليشيات الإيرانية من سوريا؟ وهل يمكن أن تتنازل إيران برأيك عن سوريا، وما البديل؟ طبعا الوجود الإيراني في سوريا هو وجود ذو بعد استراتيجي كبير جدا، لا يمكن أن يكون هو ورقة تتنازل عنها إيران بهذه السهولة. لكن لديها العراق. الواقع. نعم، هي لديها العراق، لكن امتداد إيران إلى حزب الله والميليشيات في لبنان لا يمكن أن يتم إلا عبر سوريا، وهو البعد الأكثر أهمية بالنسبة لها. يعني العراق هي تحصيل حاصل، هي هدية أمريكية قدمت إلى إيران وانتهى الأمر. اليوم في المسألة الجديدة في الشرق الأوسط هي لها نفوذ ووجود في سوريا، هذا النفوذ أكثر من كونه ورقة يمكن أن تفاوض عليها، هي تحاول ذلك، لكن بتفاهمات روسية أمريكية وضغوطات حقيقية اقتصادية ممكن أن يكون هناك اضطرار للحد من نفوذها وليس لسحب نفوذها، هذا ما يتوقع طبعا. نعم، هناك حديث أيضا عن تغيير سياسي في سوريا، هل تعتقد أن هذا التغيير ممكن أن ينتهي يعني بمجرد كتابة دستور للبلاد ويتخلى هكذا الأسد عن السلطة؟
والله يا سيدي، عندما خرج الشعب السوري في ثورته لم تكن مشكلته تغيير الدستور، لأن المشكلة بالأصل في سوريا هي ليست مشكلة دستورية، هي ليست بمبادئ الدستور. حتى إذا اطلعت على الدستور الذي كان يحكم سوريا عندما اندلعت الثورة، فكانت هناك مبادئ ويعني كما يقال مثاليات جيدة جدا، لكنها حبر على ورق. نعم. فإذا وضع اليوم دستور جديد وهو حبر على ورق وبقي 17 فرع أمني لهم السلطة المطلقة في الاعتقال ولهم السلطة المطلقة في القتل وممارسة جميع أنواع الانتهاكات، فلا معنى لتغيير الدستور. نعم، شكرا جزيلا. كمال صنبول وائل علوان، كاتب والمحلل السياسي.